وهؤلاء لم يتوانوا يوما في حذو نهج شهدائنا الأبرار في التضحية الغالي والنفيس في سبيل تمثيل الجزائر خير وتشريفها في مختلف المحافل الدولية وفي عديد من المحطات التاريخية، وأسهموا أيام إسهام في إنجازات الدبلوماسية الجزائرية المشهودة، وتفانوا بكل إخلاص في خدمة الجالية الوطنية في كل أرجاء المعمورة. وفي هذا الصدد، فإنني أؤكد لكم من هذا المنبر عزم كل من السيد الوزير وسيد الأمين العام على جعل هذه الطبعة الأولى لبنة ستليها سلسلة من المناسبات لتكريم كل الإطارات السامية للوزارة، وكذا كل الموظفات والموظفين الذين كرسوا حياتهم في خدمة الدبلوماسية. ثاني المكرمين سيكون سعادة السفير محمد الهادي حمداني، فليتفضل مشكورا. تكريم طرف مستشار رئيس الجمهورية. حان دور سعادة السفير أحمد ليلي. Thank you.